حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها. سمهر 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 مع المركز الأول، رعد 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 رعد، يرعد هذا الشوط، يرعد الميدان، ولكن أبناء السلطنة حاضرين. هالميدان الأبيض، هالميدان، هالبدية، هالبدية انفاز بالسلام إلى بدية أو إلى الشحانية. يا بوي عاد رعد، عاد رعد في الوقت القاتل، في الوقت القاتل رعد وسمهر، رعد وسمهر يلدى غداب هذا الشوط الحساس، لدى غداب، لدى غداب المضمرين، لدى الخنجر. يا سلام يا السباعي، يا السباعي يا السباعي، وهني راعي رعد أحمد بن علي بن راشد السباعي، الخنجر الفضي، الخنجر الفضي مع رعد، مع رعد، مع رعد، مع السباعي، مع الداب. يا سلام الخنجر إلى الداب، إلى السباعي، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. ينتزع الخنجر الفضي للقعدان العمانيات حمد بن محمد بن جرحم مضمن رعد، من خطف الخنجر الفضي. المهرجان يا اللورد هنا مع خنجر القعدان، انطلق مشاهدين الكرام تهمانا في هذه اللحظات. عبد الله بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة بقيادة أحد الخبراء حمد بن راشد بن راية، انطلق مع البداية، انطلق مع الصدارة، غادر بالخنجر. الله على هذا الأداء، على هذا الانطلاق الممتاز. هنا مع تهمانا يظفر بناموس القعدان، يظفر بالخنجر، الخنجر الفضي هنا بشعار اللورد، بشعار العيدة. الله على هذا الأداء والانطلاق الممتاز والانفراد على الصدارة. مشاهدين الكرام تهانينا والناموس لأهالي السهيلية، واسعد الله مساكم على هذا الفوز والانتصار هنا مع لحظات الوصول. تهانينا والناموس لعبد الله بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة، واسعد الله مساك يا اللورد، ومشكور يا ابن راية على هذا الأداء. بين عبد الله بن سعيد العيدة وأيضا عبد الله بن ناصر العيدة، وذهبت السلامات من هنا من ميدان الشحانية إلى مدينة السهيلية. تحدي قادمة في هذه اللحظات. الله الله الله، اشتدت المنافسة، اشتد الصراع. مشاهدين الكرام تهمانا على الصدارة، اللورد اللورد اللورد، ولكن هناك وتابع السيج، السيج لهجر التحدي. الله الله، الخنجر 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 مع اللحظات الأخيرة. السيج السيج السيج، هجن التحدي، هجن التحدي، هجن التحدي مع اللحظات الأخيرة. تغادر بالخنجر، تغادر بالخنجر في ميدان التحدي مع السيج، مع السيج. الله 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 على هذا الأداء، مشكور يا بن عقيل على هذه المتابعة، مشكور يا البرنس من قدم السيج هنا مع خنجر القعدان. الخنجر الخنجر مع السيج مع هجن التحدي، تهانينا والناموس لهجن التحدي على فوز السيج بخنجر القعدان العمانية. جار الله بن محمد بن عقيل، والناموس لكم يا العقيل على انتزاع السيج وتحقيقه بهذا الرمز الغالي، وهو الرمز الثاني لصالح هذه العزبة.